تعالوا هيا نمتعكم بحصتنا من سحر وتهريج ودوما تسلينا قومي كثبت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد الغادو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها نور العفو عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد مرحبا 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 احبائي شحركم شابين الله يبارك عمو يزيد سعيد جدا جدا باستقبالكم هنا احبائي وانتم راكم فرحانين الله يبارك تعالي بنتي روحي 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 الشباب تعالي اروحي اروحي وقفي قدامي واسمك بنتي زينب زينب وين تسكني زينب في الجزائر في الجزائر وشاطره نعم. الله يبارك الله يبارك الله يبارك الله يبارك تعالي بنتي روحي روحي الشابة أوه هاي معك عروسة واسمك بنتي أو الميكرو نهال بزين الله يبارك أشكي تبكي من جيتو نهال من ورقلة من ورقلة الله يبارك وش خلاص 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 واسمها واسمها الشابة الصغيرة هذه أو أمنية الله يبارك الله يبارك الله يبارك جيتوا من ورقلة بنتي الله يبارك مرحبا بكم تعالي بنتي روحي روحي واسمك بنتي أليسيا أليسيا وين تسكني أليسيا في الصور صور الغزلان يعني ولاية البويرة أنا جميلة بك ولاية البويرة تكجدة وكامل شحال شابة رحتوا لتكجدة شابة الله يبارك كي تروحي سلمينا عليهم كامل بنتي يا اخي الله يبارك روحي بنتي تعالي 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 شاب روحي روحي تعالي تعالي دوري الكاميرا هكا واسمك بنتي بسمة اوه اسمك شحال شباب وين تسكني بسمة وين وين تسكن بسمة في المسيرة في المسيلة المسيلة الجميلة تعرفون المسيلة يا سلام على المسيلة الجميلة وناسها مضيافين شحال شابة المسيلة مسيلة الشابة بزاف 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 شكون حاب يقول لنا تعال روحي بنتي تعال واسمك بنتي لينا لينا وين تسكني لينا الجزائر العاصمة في العاصمة شحال جبتي معدل لينا 14 فاصل الله يبارك 14 شطرة شطرة بنتي شطرة برافو 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 أحبائي عمو يزيد يحب يستضيفكم كامل 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 هنا ومن خلالكم نوجه كذلك رسالة لأصدقائنا اللي يشوفوا فينا وحبوا يحضروا كما راكم حاضرين انتوما نقول لهم ما عليهم إلا يتوجهوا لموقع الانترنت عمو يزيد .com بالضغط على زرار شارك في حصتنا بهذه الطريقة إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل ما عليك إلا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني مرحبا بك أحبائي لما تشاركوا للحضور عليكم بشوية تاع الصبر لأن التسجيلات كثيرة وعمويزيد حب يستقبلكم ويستضيفكم هنا كامل 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 من كل ربع الوطن شكون أصدقائنا اللي جاوا من الصيف تاني تعالي بنتي روحي 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 بلغي لنا السلام الناس سطيف اصدقاء عمو يزيد واسمك بنتي عائشه عائشه وين تسكني عائشه في سطيف سطيف بالذات في المدينه الله يبارك شحال جبتي معدل بنتي 67 الله يبارك شطره شطره بنتي سجلتوا عبر موقع الانترنت شحال عندكم اللي سجلتوا العام الاول العام اللي فات هذا هيا برافو شفتي كيفاش عيطنا لكم هيا بيا ربي يحفظك بنتي عمو يزيد يفي بالوعود من قطع وعدا يجب ان يفي به احبائي يا اخي على بالكم تعالي بنتي الشطره روحي روحي تحضري معنا تعالي روحي قولي لنا من جيتي روحي بنتي تعالي 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 بنتي الشطره قولي لهم اسمك واسمها امال الله يبارك تحبيهم امل دير لهم هكذا امل دير لهم في الكاميرا هكذا تحبيهم هاي امل تحبكم برافو بنتي برافو برافو
يلا قعدي في مكانك بعقلك. برافو أمل، تاني تحبكم، وإحنا من خلال أمل نوجه تحية لكل أطفالنا، إما ذوي الاحتياجات الخاصة وإما اللي عندهم تريزوميا ولا عندهم توحد، ولا كلهم نحبوهم ونحبوهم نحبوهم نحبوهم بزاف بزاف بزاف. أحبائي في هذه الفترة هذه كاين يوم عالمي مهم جدا جدا جدا، تعرفوا اليوم العالمي للمعلمين والمعلمات، يوم 5 أكتوبر هو اليوم العالمي للمعلمين والمعلمات. قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. أحبائي المعلم ثم المعلم، يجب احترام المعلم كما يقول عمو يزيد في الأغنية نتاعو، من كل جهل صنتني وكنت جوابي عند سؤالي. أحبائي المعلم الدور تاعه أنه يربينا، الدور تاعه أنه يقرينا، الدور تاعه أنه يوجدنا يحضرنا للمستقبل. أحبائي إذن يجب احترام المعلم. أحبائي كذلك على بالكم باللي يوم 8 أكتوبر هو اليوم الوطني الجزائري للدبلوماسية، سي لا جورني ناسيونال دو لا ديبلوماسي. علاش؟ لأنه هو تاريخ انضمام الجزائر إلى الأمم المتحدة في سنة 1962. يوم 8 أكتوبر 1962 انضمت الجزائر كدولة مستقلة. يا أخي استقلينا في 5 جويلية 1962، رحم الله الشهداء الأبرار اللي ضحوا بالنفس والنفيس باش استقلت الجزائر. وفي 8 أكتوبر أحبائي انضمت الجزائر للأمم المتحدة كدولة مستقلة، وأصبح منذ ذلك الوقت هو اليوم الوطني للدبلوماسية. كاين كذلك يوم 9 أكتوبر يوم عالمي مهم جدا، هو اليوم العالمي للبريد. أحبائي البريد، تعرفوا البريد؟ البريد نديروا بزاف حوايج، نشرو ما عنده طابع البريد، نبعثوا الحوالات، يجيبوا لنا الرسائل. يا أخي يوم 9 أكتوبر هو اليوم العالمي للبريد، وعمو يزيد ودي لكم مفاجأة على هذا اليوم هذا. وبما أننا نتكلموا على البريد راح نستقبلوا رسائلكم. إذن أحبائي كما قلت لكم يوم 9 أكتوبر هو اليوم العالمي للبريد، والبريد مهم جدا في حياتنا. وعلى ذكر اليوم العالمي للبريد راح نستقبلوا رسائلكم، رسائل اللي بعتوهنا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار آراء وملاحظات. شكون يجيبنا البريد؟ ساعي البريد. إذن استقبلوا معايا جليلو ساعي البريد. مرحبا يا أطفال، مرحبا يا عمو ياسر. مرحبا جليلو، مرحبا. مش هكولي دي لباس؟ الحمد لله. جليلو أصغر ساعي بريد متطوع مع عمو يزيد يجيب لنا البريد. أحبائي إذن جليلو جبتنا البريد؟ نعم. كاين بزاف رسائل. برافو برافو. إذن ضع البريد في علبة البريد، ومن بعد باش عمو يزيد راح يقراه لكم هنا في الحصة. أحبائي أحبائي تحبوا الألغاز ولا تحبوا الهدايا أكثر؟ في زوجة. برافو أحبائي. مع السلامة عمو يزيد. شكرا شكرا جليلو، شكرا شكرا شكرا. لغز اليوم يقول: ما هو الشيء الذي قلبه يأكل قشره؟ أعيد اللغز: ما هو الشيء الذي قلبه يأكل قشره؟ فكروا، جاكم صعب شوية، معلش فكروا لغاية نهاية الحصة. انتم أصدقائنا اللي يشوفوا فينا يقدروا يشاركوا في الإجابة عن اللغز بالتوجه إلى موقع الإنترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار جاوب على اللغز بهذه الطريقة. إذا حبيت تجاوب على اللغز ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار جاوب على اللغز تملأ الاستمارة. ما تنساش رقمك الهاتفي بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. حد سعيد. جاكم سهل ولا صعيب؟ معليش فكروا لغاية نهاية الحصة. انتم أصدقائنا اللي يشوفوا فينا بإمكانهم كذلك الإجابة عن اللغز. وإحنا نروح دركا نكتشفوا شخصية اليوم اللي هو زيري بن مناد الصنهاجي مع خلود مداس. إذن تحية الخلود بنتي، تفضلي تفضلي خلود تفضلي. إذن تحية تحية الخلود بنتي، تفضلي تفضلي بنتي تفضلي 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 تفضلي. مرحبا يا أطفال. مرحبا.
زيري بن مناد الصنهاجي. الأمير زيري بن مناد الصنهاجي مؤسس السلالة الزيرية الحاكمة التي حكمت المغرب الأوسط وإفريقيا، تياد، آشير، بجاية، تونس، المسيلة، سطيف، قسنطينة إلى آخره، وهو جد المعز بن باديس. يعد أول من ملك من بيت صنهاجة، وكانت مدة ملكه 26 سنة. زيري بن مناد هو ملك صنهاجة والأب المؤسس لدولة بني زيري. ترجع أصوله إلى المنطقة الوسطى من المغرب الأوسط بين آشير والمسيلة ومليانة والجزائر وغيرها من الحواضر وما حولها من المضارب أي الجزائر الحالية، حيث مواطن قبيلته صنهاجة. بنى مدينة آشير بالمغرب الأوسط حيث مواطن قبيلته وحصنها واتخذها مركزاً لحكمه. كان زيري من مؤيدي الفاطميين حيث حارب الخوارج في المغرب الأوسط ودخل معهم في حروب ضد كل من مغراوة وبنو يفرن، وتكريماً له عينه الخليفة الفاطمي المنصور والياً على ولاية إفريقيا والمغرب الأوسط. في ثورة أبو يزيد الزناتي الخارجي حاربه زيري ودخل في حرب مع زناتة من نواحي مسيلة، وهم بنوا برزال وما جاورهم بعدما انتقل الخليفة الفاطمي إلى القاهرة، وعين جعفر بن حمدون الأندلسي واليا على إفريقيا، لكن جعفر بدل ولاءه إلى الأمويين بالأندلس. حاول زيري القضاء على هذه الثورة لكنه لم يستطع. تمكن ابنه بولغين بن ينزيري من أن يصبح الحاكم على جميع إفريقيا والمغرب الأوسط. توفي في 360 هجري رحمة الله عليه. برافو 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 خلود بنتي برافو. أحبائي، بما أننا في هذه الفترة هذه كاين اليوم العالمي للبريد، البريد مهم جدا جدا في حياتنا، واللي جابنا الرسائل واسمه ساعي البريد. واش رايكم عمو يزيد دار لكم اغنيه جميله 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 تتغنى بساعي البريد؟ تغنوها معايا. يلا نستقبلوا معنا جليلو ساعي البريد في الاغنيه ونغنوا مع بعض ساعي البريد ما تحمل. يلا ما بيت وراء فيني
تبدو أركبها في كل صباح أمطار حر برد دراجتي توصلني لأي مكان أغدو أركبها في كل صباح أمطار حر برد برافو 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 أخلاق أحبائي، على بالكم أحبائي في العمل تاع الإنسان الأخلاق والابتسامة مهمة جدا جدا جدا. لما يكون عندك عمل خاصة العمل اللي تتلقى فيه الناس، تستقبل الناس ولا تروح عند الناس، الابتسامة والأخلاق حسن المعاملة أحبائي. يا أخي تحبوا ألعاب الخفة؟ إذا أحبائي نروحوا اليوم، جبت لكم مفاجأة مع عمو يونس اللي جانا من مدينة سوق هراس في ألعاب الخفة. إذا تحية لعمو يونس، تفضل تفضل تفضل. إذا تحية 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 لعمو يونس اللي جانا من مدينة سوق هراس. برافو 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 عمو يونس، برافو عمو يونس. عجبتكم ألعاب الخفة؟ إذن أحبائي نروحوا دركا، كاين واحد الفقرة كذلك جميلة جميلة جميلة، هي فقرة هل تعلم. في كل مرة نكتشفوا معلومة، اليوم راح نكتشفوا هذه المعلومة مع فرح ربح. تفضلي يا فرح بنتي، تفضلي تفضلي. تحية الفرح، تحية. مرحبا يا أطفال. مرحبا. هل تعلموا أن
شعر الإنسان يستمر نموه لمدة بضع أشهر بعد موت صاحبه؟ برافو 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 بنتي برافو برافو. هذه معلومات في كل مرة نكتشفها عبالكم أحبائي، تحبوا تطالعوا تحبوا تعرفوا على المعلومات وكامل، لازم لازم. ودركا عبالكم كاين دركا حتى الانترنت وكامل، مع بابا ولا مع ماما كذلك نقدروا نروحوا الانترنت ونكتشفوا عدة أشياء. يا أخي كاين واحد الفقرة أنا نحبها، عبالي أنتم ثاني تحبوها، فقرة الحكاية. أحبائي تحبوا الحكايات؟ إذن عمو يزيد راح يحكي لكم حكاية تاجر الأقمشة. يلا معايا بصديقي تعال. أحبائي كما وعدتكم راح نحكي لكم حكاية بائع الأقمشة. واحد النهار كان واحد الرجل، رجل عصامي. تعرفوا معنى كلمة عصامي يا أحبائي؟ رجل عصامي هو الرجل اللي تعلم وحده، أوتوديداكت يعني تعلم وحده، يعني ما راحش المدرسة تاع الخياطة وكامل. هو عصامي كان يخيط أقمشة يديروا بها الشراع تاع السفينة. في كل سنة كان يخيطهم وينزل بهم للميناء، الميناء وين يجوا السفن كامل، وكان يبيعهم لهذوك أصحاب السفن باش يديروا بهم الشراع تاع السفينة لي فوال. خدم خدم هذيك السنة، خدم 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 خدم، ومن بعد راح هبط للميناء باش يبيعهم كما كل سنة. كي هبط للميناء تفاجأ صاب ناس واحد أخرين خدموا بالأقمشة هذوك الشراع تاع السفن وكامل، وباعوهم لأصحاب السفن. كي الحق هو قالوا خلاص حنا شرينا. تأسف لأنه هذاك هو راس ماله وهذاك هو كل فايدة، كلش راهو تما يعني كلش ضاع. كانوا هذوك الناس كيفاتوا عليه، كان قاعد هكذا في الأرض ويتأسف، يا ربي دوك أنا واش ندير. جازوا عليه الناس قالوا له هاد الأقمشة هذيك غير ديرها سراول، هكذا شغل يتمسخروا معاه بالمزاح. قعد هكذا من بعد رجع للدار، بعد تفكر، جاتو في باله هذيك الفكرة هذيك، قال إيه وراش ما نديرهمش سراول. راح مباشرة راح يخدم هذوك الأقمشة، خدمهم سراول، خدمهم سراول، لأنه على بالكم علاش؟ لأنه القماش اللي كان يخدم منه الشراع قماش جيد، يعني هذاك القماش ما يتقطعش جيد. خدم منهم سراول، كي دا هذوك سراول هبط بهم الميناء، راح عند هذوك البحارة اللي يخدموا، لأنه العمل تاعهم شاق وكامل، لازمهم الأقمشة تكون ما تقطعش بالخف، تكون مليحة. قال لهم هاهم ليك السراول نبيعهم لكم. كي شافوا هذوك السراول، شافوا القماش هذاك ما يتقطعش وكامل، شراوهم عليه كامل، شراو عليه كامل السراول هذوك ولبسوهم وعجبوهم. ومن بعد العام الجاي زاد خدم لهم، واش دار هذوك السراول؟ زاد دار لهم الجيوب، دار لهم الجيوب وكامل عجبوهم بزاف، ولا في كل سنه يبيع لهم السراول، ولا يربح بالبيع تاع السراول هذوك اكثر ما كان يربح ما كان يبيع لهم القماش، يعني باش يديروا به الشراع وكامل. أبو يزيد، الحكمة التي نستخلصها من هذه القصة: لا تنحني أمام أي أزمة تعترض طريقك للوصول إلى حلمك، وتأكد من أن تفكيرك في الأمور بحزم وردود أفعالك اتجاه المواقف هي ما ستحكم اتجاهك نحو الوصول إلى القمة أو العودة إلى الخلف. برافو برافو برافو. إذن أحبائي العزيمة ثم العزيمة، لازم تخلي العزيمة دائما هي اللي تخليك توصل للأهداف تاعك، ما لازمش تفشل يا أخي. أحبائي إذن أحبائي لازم العزيمة نتاعك هي اللي تخليك توصل للأهداف أحبائي، وما تخليش الفشل كامل كامل يسكنك يا أخي. لما تكون فاشل لازم دائما تخلي العزيمة تاعك هي اللي تتفوق باش توصل للأهداف تاعك يا أخي. أحبائي واش رايكم دركا نروحوا في فقرة جميلة، هي فقرة تعرف على مدينتي. اليوم اخترت لكم مدينة البويرة، نروحوا مع دنيا العلالي بنتي نكتشفوا هذه المدينة الجميلة اللي هي مدينة البويرة. تفضلي 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 بنتي تفضلي. أهلا
مرحبا يا أطفال. مرحبا. مدينة البويرة هو اسم أمازيغي تقع في الشمال الجزائر، يحدها من الشمال ولاية تيزي وزو، ومن الجنوب ولاية المسيلة، ومن الشرق ولايتي برج بوعريريج وبجاية، ومن الغرب ولايتي البليدة والمدية. تقدر مساحة البويرة بـ 4439 كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكانها مما يزيد عن 695,583 نسمة، وتضم 12 دائرة و45 بلدية. تعرف البويرة بالطابع الفلاحي مثل القمح، حيث توجد بها أكبر طاحونة في الجزائر، كما تنتج كميات كبيرة من البطاطا، وتزخر بمؤهلاتها السياحية كالسياحة الجبلية. توجد بها عدة معالم تاريخية، نذكر منها الحظيرة الوطنية لجرجرة، وأهم معلم سياحي جبال تكجدع، بالإضافة إلى حمام معدني حمام فركاسة. برافو 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 بنتي. كما قلت لكم مقبلة مدينة البويرة، ولاية البويرة فيها منطقة تكجدع جميلة جميلة جميلة، وزيادة على عدة أشياء هي مدينة وولاية سياحية بالدرجة الأولى وفلاحية كذلك. إذا نعتز ونفتخر بكل ولاية الجزائر، ورحين في كل مرة نتعرف على ولاية. أحبائي ترك الحقنا الفقرة اضحك معنا. شكون اللي عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لعمو يزيد؟ شكون عنده نكتة؟ تعالي بنتي روحي روحي تعال اقعدي بنتي. واسمك الشابة؟ ميمية. ميمية وين تسكني بنتي؟ في سور الغزلان. في سور الغزلان. كنا نهضروا على بويرة دركا. جميلة. سلمي عليهم كاع كي تروحي. نعم. شحال في عمرك بنتي؟ 8 سنوات. 8 سنوات. احكي لنا النكتة تاعك بنتي. كان واحد النهار واحد الراجل عنده صاحبه، كان رايح لدارو، كان حيطيح عليه الكادر، قال له اتونسيون. هذاك صاحبه ما كانش يعرف اللغه الفرنسيه، قال له اش معناتها اتونسيون؟ قال له بالك. قال له يا اخي تجي غدوه. قال له صاحبه اتونسيون جي اتونسيون ما تجيش. عم بالو اتونسيون يا بالك. برافو برافو بنتي برافو برافو. تعالي الشابه روحي بنتي. تعالي بنتي تفضلي بنتي. واسمك الشابه؟ أليسيا. أليسيا وين تسكني أليسيا؟ سور غزلان. سور أختك هذه؟ الله يبارك الله يبارك الله يبارك. شحال في عمرك بنتي؟ 9 سنوات. 9 سنوات. شاطرة في الدراسة؟ نعم. برافو. شحال جبتي المعدل؟ 9.5. 9.5. 9.5. الله يبارك الله يبارك الله يبارك. احكي لي بتاعك بنتي. قال لك كان واحد الخطرات راجل شاكل، بعد له مرته وماتت. نهار العزة الصانوقات عم رجال. بعد قال لي واحد الله يبارك الصانوقات عم رجال، ما كانش حتى تنسى. بعد قال لي واحد لا جاو هادو كاع يشو الكلب. واش جاو يديرو؟ يشو الكلب. يشو الكلب. برافو 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 برافو. شكون اللي عنده نكته جميله يجي يحكيها لعمو يزيد؟ تعالي بنتي اروحي اروحي الشطره. تعالي اقعدي بنتي. عاودي ذكريهم باسمك بنتي. واسمك؟ لينا. لينا وين تسكني لينا؟ في مسيلة. في مسيلة الجميلة الجميلة الجميلة. كي تروحي تسلمي عليهم كاع بنتي يا اخي. احكي لي النكتة تاعك بنتي. كان واحد الراجل يمشي لقى حصان راح ركب فيه، ومن بعد لقى امه قالت له شري لي الخبز، ومن بعد شالها هو الجزر، ومن بعد قال فيتامين. وصل عند في الدار قلت له ليش شريت لي الجزر؟ ومن بعد راح ضربته هي. واش قالت له شري الخبز؟ هو غلط شال الجزر. تعالي بنتي روحي. اروحي بنتي اقعدي الشابه. عاودي ذكريهم باسمك بنتي. لينا. لينا وين تسكني لينا؟ من الجزائر العاصمه. شاطره في الدراسه بنتي؟ نعم. الله يبارك. احكي لنا النكته تاعك.
قال لك واحد الأستاذ سقسى تلاميذه وقالوا له اعطوا لي ثلاث حيوانات يديروا نجيبوا منهم الحليب. قالوا له قالها ثلاث بقرات. برافو برافو. قالوا اعطينا ثلاث حيوانات نجيبوا منهم الحليب، قالوا ثلاث بقرات. برافو 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 برافو. يلا تعالي بنتي. ايه اروحي اروحي. أقعدي الشابة. واسمك بنتي؟ سارة. سارة، شحال في عمرك سارة؟ 10 سنين. 10 سنين، وين تسكني بنتي؟ في القبة. في القبة، في الجزائر العاصمة يعني. إيه. حكينا النكتة تاعك بنتي. كان واحد الراجل عيط لصاحبه قال له جيب لي القهوة والماء، قال له صاحبه نجيب لك غازوزة والفطور. ما جابش قهوة والماء، جاب غازوزة وفطور، خير خير من القهوة والماء. برافو 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 برافو، شكرا شكرا أحبائي. شكرا، هذه كانت فقرة اضحك معنا. دركا راح نقراو رسائلكم، وحنا بلا ما نقراو رسائل من بعد راح نشوفوا الرسم تاع بنتي بشرة. بشرة بنتي اللي يديرنا في رسم اليوم، مانيش عارف واش راح تختارنا، ان شاء الله تختارنا حاجة جميلة جميلة جميلة. احبائي الحقنا دركا الفقرة الرسائل. احبائي راح دركا عمو يزيد يقرأ الرسائل اللي جابهم جليلو سعي البريد. دوك عمو شيشو جبنا بريد أصدقائنا الأطفال، وعمو يزيد راح يقرأه لكم هنا. وباش ترسلونا أنتم يا أحبائي ما عليكم إلى توجهوا الموقع الأنترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار آراء وملاحظات باش عمو يزيد يقرأ الرسائل تاعكم هنا، ورسلونا من كل ربوع الوطن باش نوصلوا تحية تاعكم. شكرا شكرا عمو شيشو، تحية تحية لعمو شيشو. برافو برافو. إذن الرسالة الأولى من عند نور ملاك سفيان، 10 سنوات، من الجزائر العاصمة. قلت لكم سجلت لأني تفوقت في شهادة التعليم الابتدائي بتقدير ممتاز بمعدل 9.10. الله يبارك نور ملاك سفيان بنتي، 9.10، بالتوفيق وألف مبروك ألف مبروك ألف مبروك. الرسالة الثانية، شودار عبد الغني، 31 سنة، مدينة بقاعة ولاية سطيف. قال لكم شكرا على الحصة الرائعة عمو يزيد، نحبك بزاف، ربي يحفظك ويطول في عمرك. أنا شودار عبد الغني من بقاعة ولاية سطيف. شودار ربي يحفظك عبد الغني، 31 سنة، هذه رسالة جميلة جميلة نعتز بها. شكرا شكرا شكرا، تحياتنا لكل ناس مدينة بقاعة ولاية سطيف. آدم قاعودي، 10 سنوات، مدينة المسيلة، أورسلنا من المسيلة. قال لكم عمو يزيد أنا أحبك كثيرا وتعجبني حصتك وأغانيك. شكرا 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 قاعودي آدم وليدي، 10 سنوات، ربي يحفظك. الرسالة الموالية، الوفي تسنيم، 14 سنة، مدينة عين الحجل ولاية المسيلة. أحبائي قلت لكم أنا أحب عمو يزيد كثيرا وأتمنى له طوال العمر والحياة السعيدة وأتمنى أن أحضر برنامجك. إذن بنتي الوفي تسنيم، عمو يزيد ثاني يستضيفك بفرح وسرور، ونحبك نحبك نحبك ونحب كل ناس عين الحجل وكل ناس المسيلة وكل ناس الجزائر وكل أطفال العالم. ميموني أنايس، 4 سنوات، مدينة تيارت. يا سلام على مدينة تيارت الجميلة الجميلة. سلام، أنا من ولاية تيارت، نحب نعرضكم في ولاية تيارت باش ديرنا حصة للأطفال إذا ممكن وشكرا، بفرح وسرور إن شاء الله. أنايس ميموني بنتي نجيكم من مدينة تيارت الجميلة 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 الجميلة. أحبائي فكرتوا في اللغز؟ إذن أنا نحط صديقي. اللغز قال ما هو الشيء الذي قلبه يأكل قشره؟ فكرتوا؟ شكون يعرف الجواب؟ شكون شكون شكون؟ واحد ما عرف. تعالي بنتي أروحي الشابة، تعالي
عاودي ذكرهم باسمك. لينا. لينا الله يبارك. لينا الشاطره في الدراسات، قرا مليح لينا يا اخي الله يبارك. واش هو الجواب؟ الجواب هو شمعه مشتعله. الشمعه المشتعله احبائي، الشمعه كي تكون شاعله القلب تاعها ياكل القشر تاعها. شفتوا السؤال؟ اذا ان شاء الله انتم ثاني تكونوا صبتوه. اللي جاوبتوه عبر موقع الانترنت عمويازيد.com بدقت على زرار جاوب على اللغز، اعطيني الهديه تاعها الشابه هذه. اعطيني الهديه تاعها. اذا بنتي العفو العفو، عمو يزيد يعطيك هذه الهديه على شطارتك، ان شاء الله تستفادي بها. شكرا. العفو العفو بنتي، تفضلي 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 تفضلي. احبائي واش قلتي لي بنتي؟ تعالي روحي قولي هنا. يلا روحي بنتي. عاودي ذكريهم باسمك. عائشه. مين؟ من سطيف. من سطيف الله يبارك. واش هو اللغز؟ شجرة فيها 12 غصن، في كل غصن 30 ورقة، وفي كل ورقة 5 ثمرات، 2 في الظلام و3 في الضوء. برافو 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 برافو. نخلوه نجاوبوا عليه في الحلقة الجاية. خلاص برافو برافو. خلاص دوك نجاوبوا عليه في الحلقة الجاية. عمو يزيد راح يطرحوا في الحلقة الجاية باش يجاوبوا عليها اصدقائنا. احبائي اذا عطينا هدية الشاطرة بنتي اللي جاوبت على اللغز، ودركا واش رايكم نروحوا نكتشفوا الرسم اللي دارته لنا بنتي بشرى في فقرة رسم اليوم. تعالي بشرى بنتي، تعالي تعالي. تعالي بشرى، خذي الميكروفون انا نوري لهم. فهمنا. يلا. البريد يمر على كامل أنحاء العالم بفضل ساعي البريد، ما نخصصه يوم 9 أكتوبر باه نقدروا كل ساعي البريد كما جليله. برافو برافو برافو. هو على كل حال رسم جميل 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 جدا، يعني البريد نقدروا نبعثوه لكافة أنحاء العالم، والبريد يوصل بفضل ساعي البريد. وزيادة على الرسائل وكامل في مكاتب البريد كاين عدة خدمات، يعني الحوالات، نشريو طابع البريد، عدة أشياء. جميل جميل، يعني تصور جميل جدا على أنه البريد يوصل كافة أنحاء العالم. شكرا بنتي، شكرا شكرا. إذا أعطيه لها. أيوا أعطيه لصديقتنا باش تحتفظ به في البيت، راح نعلقهم كامل كامل في بيت عمو يزيد. أحبائي في كل حصة نحتفلوا بعيد ميلاد طفل ولا طفلة يرسلنا باش يحتفل بعيد ميلاده. اليوم عندنا عيد ميلاد أمنية اللي جاتنا من مدينة ورقلة، حنا نغنوا لها عيد ميلادك أحلى عيد، وأصدقائنا راحوا يجيبوا لنا الكاطو ديالها. تعالي أمنية جيبيها جيبيها جيبيها، تعالوا تعالوا يلا غنوا لنا عيد ميلادك أحلى عيد. عيد ميلادك أحلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك نقول لك عيد ميلاد سعيد. من تربيتك نتمنى صحة وسعادة وهنا، شرها يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح، شرها يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح. أحلى الأوقات نزهن نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها.
أجمل هدايا يهدوله هيا نصفق ونغنيله أجمل هدايا يهدوله هيا نصفق ونغنيله سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة برافو 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 برافو. إذن أمنية بنتي اللي جاتنا من ورقلة عمو يزيد يشعل لك الشمعة. أنتم يا أحبائي ما لازمش كاع تستعملوا النار، الكبار هما اللي شعلوا لكم الشمعة وكامل، ما نحبوكمش كاع تتحرقوا، ما تلعبوش بالنار يا أخي أحبائي. إذن ديروا معايا العد التنازلي لأمنية. اثنان واحد صفر، يلا نصفي نصفي نصفي، طفي الشمعة طفي الشمعة. أو برافو 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 برافو، أعطيني الشهادة تاعها. إذن أمنية بنتي، عمو يزيد يعطيك شهادة إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد. عمو يزيد، إذن شهادة إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد، وأنتم أحبائي كل واحد فيكم راح يتلقى شهادة كما هذه باسمه على إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد. رامي راعي برنامج حصة مع عمو يزيد، بما أنك راسلتينا وحبيتي تحتفلي بعيد ميلادك يعطيك هذه الهدية، هذه إن شاء الله تستفادي بها بنتي، هذه الهدية تاعك. وأنا ما بقى لي إلا نقول لكم بقوا على خير، سنونا في نفس التوقيت أحبائي، نحبوكم، سلام. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. يعني فرحانة إني جيت أول مرة، جيت مرة تار عن عمو يزيد. تعلم الأولاد يحبوا عمو يزيد، كلهم تفضل حصة ويعطي لهم الستوديو تاع الأطفال، الألوان، طريقة الكلام مع الأطفال، التعامل معهم. راني فرحانة كي جيت عند عمو يزيد، خاطرش هذه الحصة مفيدة وشابة، ونحب بزاف نحب بزاف نشوفو. هما كل يوم حبوا يدخلوا داخل لاتيلي باش يشوفوا فيها وجي ستيديو هذا وكذا، فما عصواني بحاجة في نفس الوقت يشوفوا طريقة التسجيل كيفاش حتى جات الحصة هذه في التلفازة، كيفاش الأطفال راهم يتعاملوا مع عمو يزيد، وجبناهم إن شاء الله يروحوا فرحانين ونزيدوا نعاودوا نوليو إن شاء الله خطرهم. وسيلة نحب أنا عند عمو يزيد، حبيت نجي عند عمو يزيد مع ما كان حب قوي ينسستيو باش يجيو عشان فوا يحاولوا. قمنا بالتسجيلات، قام الأب تاعهم بالتسجيلات وبقينا نستناو حتى نعيطونا، وجاو فرحانين وتروحهم. أنا اسمي نهاد بزيد وجئنا من الورد. يسخفوا به يشاركوا في هذه الحصة، شاركنا عبر الانترنت ويتم الاتصال بها. مورفا نشوف برنامج عمو يزيد في التلفزيون وعجبني بزاف بزاف. لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود وانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد.